يتشكل في موسم الحج مشهد عظيم ينتظم فيه ملايين البشر يفدون من أرجاء العالم على تباعد أطرافه ليجتمعوا على صعيد واحد متجردين من الدنيا وزينتها يرددون نداء موحدا لبيك اللهم لبيك. يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ذلكم اليوم الذي يقف فيه الحجيج على صعيد عرفة يدعون الله جل وعلا ويذكرونه ويسألونه ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. عرفة أو عرفات مسمى واحد لدى أكثر أهل العلم، يعتبر المشعر الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم المكي الشريف، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يصل طوله إلى 300 متر، وبوسطه شاخص طوله 7 أمتار ليميزه عن بقية الجبال. فعرفة أرض منبسطة ليس بها جبال إلا ما يحيط بها من الناحية الشمالية الشرقية أو من الناحية الشرقية. يوجد في الناحية الشمالية الشرقية ما يعرف عند الحجاج بجبل الرحمة، وجبل الرحمة إنما سمي بجبل الرحمة تيمناً بما ينزل عليه على الحجاج يوم عرفة من الرحمات. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى وقف في جزء من أجزاء عرفة خلف الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقف على ناقته يدعو الله جل وعلا ويذكره ويطلبه من أمور الدنيا والآخرة حتى غربت الشمس، وما زال المسلمون مستمرين على هذه الطريقة النبوية التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن المتمعن في موقع هذا الجبل أنه الوحيد في المنطقة المنبسطة في عرفات، هو الجبل الوحيد، ولهذا يطلق عليه في الجغرافيا جبل النابت، كأنه نبت من الأرض وحيدا ليس يجاوره أي موقع آخر من الجبال. ويقع الجبل على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من مزدلفة، بمساحة تقدر ب10 كيلومترات مربعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، يعني في عرفة، وعرفة كلها موقف. فالإنسان يقف في عرفة في أي مكان، وهذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن لا مزية خاصة لجبل عرف الذي يعرف عند الناس بجبل الرحمة. يقف المسلمون على صعيد عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها، حيث ينشغل الحاج في هذا اليوم العظيم بالتلبية والذكر والإكثار من الاستغفار والتكبير والتهليل، متجها إلى الله عز وجل خاشعا متضرعا يرجو رحمة ربه ومغفرته التي وسعت كل شيء. هذا الجبل اهتم خلفاء المسلمين على مر العصور
بتزويده بالمياه، فنجد أن شبكة عين زبيدة عندما مدت السيدة زبيدة عينها من وادي نعمان في الناحية الشرقية من عرفة، مرت حتى جاءت على جبل عرفة أو جبل الرحمة واستدارت عليه، وأصبحت هناك برك معينة تملى بالمياه أيام الحج لسقيا الحجيج. طبعاً من مرور الزمن واختلاف العصور أصبحت هذه العين غير ذات جدوى، حتى جاء العصر السعودي المبارك فوضعت هناك الكثير من يعني موارد المياه ودورات المياه التي تحيط بهذه المنطقة من جميع الجوانب، وكذلك مياه الشرب على شكل طبعاً برادات وصنابير تستدير بهذا المحل من جميع مواقعه، يشرب منها الحاج طيلة يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. عندما يقف الحجيج في عرفات ينتصب أمامهم مسجد نمرة الذي يعرف أيضاً بأسماء مثل مسجد النبي إبراهيم ومسجد عرفة ومسجد عرنة. ونمرة هو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب في وادي عرنة بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصراً وجمعاً جمع تقديم، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة. هذا المسجد يقع في المكان الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في صبيحة اليوم التاسع، تحرك في ضحى هذا اليوم من منى إلى عرفات، وأمر بأن توضع له مظلة في جهة نمرة وهي آخر منطقة من مزدلفة قريبة من عرفات، ثم مكث في هذا المكان حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم من نمرة إلى عرنة، وادي عرنة الذي هو في طرف عرفة من جهة نمرة، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وخطب الناس خطبة بيّن فيها معالم الدين وأبطل فيها معالم الجاهلية صلى الله عليه وسلم، وعلم الناس ما يحتاجونه من أمور دينه. ثم استمرت على مر العصور الإسلامية الاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يعمر كمسجد إلا في القرن الثالث الهجري، بني مسجد وكان مسجد جدا بسيط يعني حوالي 115 متر في 80 متر طول وعرض، وبجدار خفيف وبدون غطاء، إنما عبارة عن يعني أرض محاطة بالجدار طول وعرض. استمر هذا الأمر إلى يمكن القرن التاسع الهجري، حيث ذكر مؤرخ مكة الفاسي أن في عهد الدولة في آخر الدولة العباسية أيضا بني هذا المسجد أو جدد بناؤه، وأصبح له محراب، واستمر على ذلك عبر العصور بمساحته المتواضعة. توالت بعد ذلك توسعات المسجد على مر التاريخ حتى شهد في عهد الدولة السعودية أضخم توسعته، ليصبح بذلك ثاني أكبر مسجد بمنطقة مكة المكرمة من ناحية المساحة بعد المسجد الحرام، بتكلفة بلغت 237 مليون ريال، وأصبح طوله من الشرق إلى الغرب 340 مترا، وعرضه من الشمال إلى الجنوب 240 مترا، ومساحته أكثر من 110,000 متر مربع. وتوجد خلف المسجد مساحة مظللة تقدر 8,000 متر مربع. يستوعب المسجد نحو 350,000 مصلي، وله 6 مآذن
ارتفاع كل مئذنة منها 60 مترا، وله 3 قباب وعشر مداخل رئيسة تحتوي على 64 بابا. الطاقة الاستيعابية لهذا المسجد تبلغ 400,000 مصلي داخل المسجد، وإذا ألحقت الساحات والطرقات عادةً تمتلئ وينقل ما في داخل المسجد بالصوت إلى خارج المسجد، فإن الطاقة ستزيد على ذلك كثيراً جداً والحمد لله. هذا المسجد مساحة الأرضية في الدور الأرضي 88,000 متر مربع، ومساحة في الدور العلوي 28,800 متر مربع، بما يعادل 110,000 متر مربع. فإذا قلنا كل متر مربع، يعني تتصور المساحة قديش هذه تتحمل من المصلين الذين سيقفون بجوار بعضهم البعض. لا شك أن هذا سيؤدي إلى يعني قدرة استيعابية كبيرة جدا. وأذكر بأن هذا المسجد يعتبر من حيث المساحة ثاني مسجد في منطقة مكة بعد المسجد الحرام، وفي المملكة العربية السعودية ثالث مسجد بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي يأتي هذا المسجد. والمملكة العربية السعودية جزاها الله خير لم تدخر وسعا في أن تبذل ما يهيئ ويساعد الحاج على أداء فريضة الحج في يسر وسهولة وسلاسة، بحيث يرجع إلى بلده إن شاء الله بخير وعافية. وكان مما هيأته الدولة وفقها الله أن هيأت مسجد نمرة في الموطن الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنته على أحسن طريقة وأفضل بناء، فأخذ واستسعى لأعداد وفيرة من حجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خارج حدود عرفة في وادي عرنة، ولذا فإن الجهة القبلية من المسجد خارج حدود عرفة، لأنها في الموطن الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر المسجد اليوم بعد التوسعات التي أجرتها الحكومة السعودية داخل حدود عرفة، ومن هنا كانت التوصية بأن تجعل الأبواب في حدود عرفة من أجل أن يكون الدخول والخروج من حدود عرفة. وبعد زوال شمس يوم 9 من ذي الحجة، وقبل تأدية صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم، تبدأ خطبة عرفة للتذكير والعظة والإرشاد. ويعمد الإمام إلى أن يفتتح خطبته بالتلبية حال كونه محرما، فإن لم يكن كذلك افتتحها بالتكبير. من الأمور التي استمر عليها المسلمون أن يخطب خطيب عرفة بالأمور العامة في شريعة الإسلام، يخاطب بها حجاج بيت الله الحرام، يذكرهم بمحاسن دين الله، وينبههم على القواعد الكبرى لهذا الدين العظيم، ويحدثهم في معالجة شيء من الموضوعات التي يحتاجون إلى معالجتها. واستمر الشأن كذلك في موسم الحج، يزداد الناس في سنة ويقلون في سنة، وكانت أعدادهم في غالب السنوات قريبة من العدد الذي حج به المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، وهو أولى الناس بإبراهيم وبسائر الأنبياء لأنه وأمته. وقد تعاقب 11 خطيبا على مدار 100 عام مضت، فيما سجل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ أطول فترة يتولى فيها خطبة يوم عرفة، امتدت على مدار 34 عاما،
خلال الفترة من عام 1402 للهجرة وحتى عام 1436 من الهجرة، فيما كان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ ثاني خطيب لأطول مدة في خطبة عرفة خلال الفترة من العام 1377 من الهجرة وحتى عام 1398 من الهجرة. ثم أفيضوا إلى مكة وطوفوا بالبيت العتيق لحجكم، واسعوا بين الصفا والمروة إن لم تكونوا قد سعيتم من قبل. واليوم في عصرنا الحاضر، لما وجدت وسائل الإعلام والاتصال التي تنقل الحدث في اللحظة الواحدة، حرص الناس على نقل هذه الخطبة وإيصالها إلى جميع من في الأرض لتكون سببا من أسباب صلاح أحوال الناس. ولذلك فإن الخطاب في خطبة عرفة لا يقتصر على مخاطبة الحاضرين من الحجيج، بل فيها معاني تشمل جميع الناس، عربهم وعجمهم وقريبهم وبعيدهم، ذكرهم وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم. ومن الأمور التي تهيأت لخطبة عرفة في زمننا الحاضر أن كان هناك ترجمة لهذه الخطبة باللغات الحية التي يتكلم بها الناس، وبالتالي كان لهذه الخطبة من المشاركة في حياة الناس على اختلاف لغاتهم ما يجعل لها الأثر الجميل. وتتولى إدارة اللغات والترجمة بالمسجد الحرام اتباع مسلك الترجمة المنظورة لخطبة عرفات التي تتم بطريقة توضح نص الخطبة وفقا للشروط العلمية في فهم اللغة المصدر وضوابط النشر المتبعة في اللغة المترجم إليها. او serviteur d'Allah, la vie quand elle est vécue selon les fondements islamiques prend fondamentale séquence de son œuvre. Le jour où le mécréant dira ah que ne fût-ce poussière. وإذاعتها عبر الوسائل التقنية المخصصة لمشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية للخطب بالتزامن مع إلقاء الخطبة وفق الضوابط المحددة. منذ عام 1435 كانت هناك لغتين والمستفيدين 3 مليون مستفيد حول العالم. استمر التطور لله الحمد التقني وزيادة عدد اللغات والإنتاج والمستفيدين حول العالم حتى عام 1439 سنة صدور التوجيه المقام السامي الكريم بقيام الرئاسة بترجمة خطبة عرفة، ولله الحمد حيث وصل عدد المستفيدين في ذلك العام من ترجمة خطبة عرفة 13 مليون مستفيد حول العالم بخمس لغات. بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود المملكة العربية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية تنقل إلى جميع أرجاء عرفة، فما من مخيم في أرض عرفة إلا ويصل إليه خطبة الخطيب الذي يخطب في هذا المسجد. ووزارة الشؤون الإسلامية اعتنت بقضايا الإعلام وقضايا النقل لهذه الخطبة ليس فقط لأهل عرفة ولأهل البلاد المملكة العربية السعودية، بل أيضا نقلها عبر الأقمار الصناعية إلى جميع أرجاء الدول الإسلامية التي تريد السماع إلى هذه الخطبة، وأنشأت لذلك غرفة خاصة لهذا النشاط الإعلامي الذي تقوم به. ولم تكتفي بمجرد النقل، بل أيضا كلفت لجان تقوم بالترجمة الفورية لهذه الخطبة بحيث يبلغ معاني هذه الخطبة التي يخطب بها الخطيب متمثلاً ما كان من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جميع اللغة، إلى يعني لغات كثيرة يحتاجها أهل الإسلام في بلاد العالم الإسلامي. استمرت الحمد لله عجلة التطور في المشروع، وصلت في عام 1441 إلى 22 مليون مستفيد حول العالم وعشر لغات ولله الحمد. العام الماضي
عام 1442 ولله الحمد وصلنا إلى 149 مليون مستفيد حول العالم وعشر لغات. هذا العام بحول الله وقوته المستهدف بإذنه تعالى 200 مليون مستفيد، والمستهدف أيضا في عدد اللغات إن شاء الله 15 لغة حول العالم. وفي هذا العام بحول الله وقوته سيتم ترجمة خطبة عرفة بلغة الإشارة ونشرها على نفس المنصة بإذنه تعالى إن شاء الله، لتشمل الرسالة وهي رسالة الحرمين الشريفين جميع المسلمين وغير المسلمين حول العالم، ويتحقق الهدف الرئيس من هذه المنصة وهي نشر رسالة الحرمين للعالم أجمع. إنه موسم عظيم من الاجتماع والانتظام يمنح الحياة عمقاً زاخراً وأفقاً واسعاً قد لا يتأتيان لها بدونه. هو موسم يبدأ من أقاصي الأرض مع أفواج الحجيج الذين يتوجهون زرافات ووحدانا نحو أم البدايات في مسير طويل صوب أول بيت وضع للناس، فإليه تهوي الأفئدة طوال العمر تشوقا للحظة الطواف به في رحلة الحياة الكبرى، امتثالا لشعائر الله وتعظيما لبيته.